أكد شادي سمير الخبير في مجال الصناعة والتكنولوجيا أحد المتحدثين بجلسة الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني أهمية وضوح الاستراتيجية في القطاع الصناعي. وأضاف أن اتخاذ القرارات بشأن استراتيجية الصناعة يختلف ما بين الأسواق الداخلية والخارجية. لما نيجي نشوف بعض الدول الصناعية اللي نجحت نجاح رهيب، هنشوف ان سياساتهم الصناعيه كانت واضحه جدا من الاول. الاستراتيجيه الصناعيه موجوده، احنا بنعمل صناعه للتصدير ولا بنعمل صناعه لانتاجنا المحلي واللي احنا محتاجينه ولتقليل الواردات او الحفاظ على عملتنا جوانا جوه البلد. الصناعه في الاخر يا استاذ محمد هم الاثنين صناعه، والنواحي الفنيه بتاعتهم صناعه، لكن القرار اتخاذ القرار وسبل اتخاذ القرار احنا هنصنع ايه وهنشتغل بايه، ده بيختلف من الاسواق الخارجيه للاسواق الداخليه. على سبيل المثال لو هنتكلم ان احنا هنشتغل ايه بره، فوزاره الخارجيه بتاعتنا والمكاتب التمثيل التجاري بتاعتنا بتقدر تدينا حجم الطلب على منتج نهائي معين في العالم او في كل بلد، والريبورتس بتطلع او التقارير بتطلع الحجم قد ايه وحجم العجز قد ايه بين الطلب والعرض، فبنلاقي ان ده يخلق لنا مجال ان احنا نصنعه في مصر عشان ما نصنعش برودكت ونبتدي نشوف هنسوقه ازاي. وديفنتلي في او بالطبيعه يعني في كمان منتج نهائي كتير جدا موجود في مصر محتاجينه، وده هنشوفه من خلال قوائم الاستيراديه بتاعتنا بنستورده قد ايه كما وقيمه ويتقسم، والمقارنه الاثنين مع بعض المقارنتين مع بعض هيقولوا لنا ايه البرودكتس اللي احنا هنخش فيها.